السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد الصلاة والسلام على رسول الله، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة وفيديو جديد. كما كتشوفوا لي دونالدز ديال الدار ما مقليينش اقتصاديا، تيخرجوا كمية كبيرة. كما كتعرفوا راه المدرسة دابا وصلت، وخاصة الامهات شي حاجة اللي يعطيوها لوليدات تاعهم الكوتي، كيحلو مع اني ما كيعرفوش ما يديروا. اليوم ان شاء الله شي حاجة اللي سهلة اقتصاديا، ندوزو نشوفوا الطريقة والمقادير. دابا هنا عندي واحد ربع كاس ديال حليب دافي، اولا عفوا كاس لارو، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار. هادو بالنسبه للعجينه ديال الدونالدز. ثلاثه معالق ديال السكر، يعني ما عامرينش بزاف. صافي هنا غندير واحد الفاني، غادي ندير واحد خماره واحده ديال 8 غرام. كما كتشوفوا تفاعلت مع الحليب لانه دافي، يعني ضروري يكون دافي. واحد ربع معلقه ديال الملحه، وغادي نخلط هادشي كلشي مزيان حتى يذوب داك السكر. وعندي هنايا واحد البيضه اللي تكون بدرجه الغرفه اولا بدرجه المطبخ عفوا، ونخلطو مزيان. يعني بيضه واحده فقط، هادشي اللي كت يعني كما قلت لكم اقتصاديا، وكيخرجوا كميه كبيره بزاف بزاف. صافي غادي نحاول نخلط هذاك الشيء مزيان، يعني حتى يذوب السكر، وهذيك البيضه كذلك تخلط مزيان مع داك الخليط. هنا عندي تقريبا ما يعادل واحد 3 كؤوس ديال الدقيق، يعني راه عينكم ميزانكم. يعني واخا نقول لكم 3 ديال الكيسان، يقدر يهز لكم اكثر ولا اقل، يعني على حسب الدقيق واش كيشرب اولا لا. ولكن غادي نبقى نضيف يعني بالتدريج، وغادي نبقى نحرك يعني حتى نحصل على العجين اللي بغيت. يعني ما غاديش تكون ثقيله بزاف، وما كيتدلكوم حتى شي حاجه شبه زوينين، يعني ما كيدلكوش في الاول، يعني فقط كنخلط بحال هكا. صافي غنحيد هاد الفويل، وغنجيب ديك سباتيل باش نبقى نجمع. ها هي كما كتشوفوا غادي نبدا نجمع بها هذاك الدقيق مزيان. وكما كتشوفوا كنحاول انني نضرب بحال هكا، يعني باش ندخل الهواء للعجينه ديالنا، وهذا هو السر ديالهم باش كيجيو خفافين مهوين، يعني بلا ما نحتاجوا لا ندلكوهم لا حتى شي حاجه. صافي غنستمر بحال ما هكا كما كتشوفوا، وغادي نضيف شويه تاع الدقيق. هو هذا هو اللي غادي يجمع ليا دابا هاد العجين. غادي نستمر بحال هكا، وكما قلت لكم يعني كتبقاو تشوفوا عينكم ميزانكم، يعني ما تحاولوا ما تكونش يعني ثقيله بزاف. صافي دابا غنجمعها بيديا. ها هي كما كتشوفوا، يعني بقات خفيفه. ها انتما كما كتشوفوا، يعني انا فقط زدت عليها واحد شويه، يعني تقريبا واحد المعلقه باش جمعتها. غادي نغطيها ونخليها على جنب واحد نص ساعه تقريبا ترتاح. هنايا هي كما كتشوفوا بعد ما ارتاحت، هذا هو السر ديالهم، انهم ما فيهمش الزيت، ولكن فيهم واحد المعلقه كبيره تاع الزبده، وتكون حتى هي بدرجه الغرفه اولا بدرجه المطبخ. صافي غادي نحاول انني ندخلها مزيان في هذيك العجينه بحال ما هكا. غادي نحيدها ونحطها فوق سطح العمل باش نتحكم فيها مزيان، ونحاول ندخل هذيك الزبده مزيان. يعني ضروري خصها تكون داخله لها الزبده مزيان. كما عرفتوا انا في الاول ما دلكتهم حتى شي حاجه، دابا غادي نبدا ندلك بحال هكا بالكف ديال يديا فقط، غير باش تدخل ديك الزبده. اما الصراحه يعني كيجيو خفافين. صافي يعني راه ما كيحتاجوش منها شي حاجه بزاف، فقط بحال هكا. ها هي كما كتشوفوا، يعني كما كتشوفوا العجينه راه باقه مرخيه، ومع في نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين لان درت لها ديك الزبده. صافي غادي نرش دابا بالدقيق، وحاولوا ما تكثروش الدقيق بزاف يعني باش ما ينشفوش. غادي ندير هذاك المدلك تا وشويه تاع الدقيق باش ما يلصقش، وغادي نحاول انني نبدا ندلكها وتكون متساويه، ونخليها تكون غليظه شويه، يعني ماشي نرققهم بزاف، وماشي نعطيني نخليهم ثاني غلاظ بزاف. هانتوما غتشوفوا بحال هكا. غنجيب هنايا واحد القطاعه اللي كما كتشوفوا هذا هو الحجم ديالها، يعني ما تكون كبيره بزاف، تكون شي حاجه اللي صغيره يعني باش تجينا، حيت باغي كيضاعف الحجم ديالهم. صافي دابا غنجيب شي قفاله تكون صغيره بحال هكا، هي اللي غنحيد بها هذوك ديال الوسط. يعني اي حاجه عندكم راه تقدروا تستعملوها. صافي دابا غنحيد هادشي بحال ما هكا. وكما قلت لكم حاولوا ما تكثروش الدقيق ملي تكونوا كترخيوهم. هنايا درت واحد الطاوه درت فيها سلفوريزي، اولا ما عندكمش يعني تقدروا ترشوها غير بالدقيق فقط، راه هما ما كيلصقوش لانه فيهم الزبده. صافي غنحاول انني نخليهم يكونوا بحال هكا، يعني متساويين مقادين، ما يكونوش معوجين. وغادي نحاول انني نستفهم، وضروري هنا يتبعدوهم، يعني راه مره واخا تبعدوهم واخا كيما لكم بحال هكا كيتلاصقوا، يعني في الاخير ضروري كيتلاصقوا. ها هما كما كتشوفوا هادشي اللي خرجت ليا، وباقي ها هو الاخر هنايا. غادي نحاول نجمعو وما ندلكهم ما نعجنهم ما حتى شي حاجه، غادي نجمع العجين. هانتوما غتشوفوا دابا بحال ما هكا، ونحاول انني غندير هذوك الشيء الاخر حتى هو، ونحيد ليهم داك الدقيق ديالهم بحال ما هكا، يعني باش ما ينشفوش كما قلت لكم، وتجي العجينه قاصحه. صافي بحال ما هكا،
غادي نعاود نرشي شويه تاع الدقيق ونعاود ثاني نرخيهم بنفس الطريقه ونخليهم غلاط شي شويه ونعاود ثاني نقطعهم. يعني كما قلت لكم راه هذه الكميه يعني المقادير قلال ولكن كتخرج لنا تقريبا شي 16 اولا 15 تقريبا. صافي هنايا غادي نغطيهم بحال ما هكا وغادي نخليهم ضروري واحد الساعه ولا ساعه ونص يعني باش ما خمروا كيجيو زوينين. دابا غنمشيو ان شاء الله باش نقادو لي كب كيك اللي حتى هما يعني بساطين وساهلين بزاف بزاف. جوج بيضات اللي يكونوا حتى هما يعني بدرجه ديال المطبخ ها هما كما كتشوفوا. غادي ندير عاوتاني هنايا واحد كاس لاروب ديال السكر، غادي ندير واحد ساشي ديال الفاني، غادي ندير شويه ديال الملح وغادي نخلط هادشي كلشي يعني حتى يذوب لي داك السكر مزيان وندمج مع داك البيض. ها هما كما كتشوفوا دابا دابا صافي تخلطوا. دابا داك السكر غنزيد نص كاس ديال الزيت، فقط نص كاس يعني ما تكثروش الزيت، هما اللي كيتقلوهم ما كيخليهمش يطلعوا. وهنايا عندي كاس لاروب ديال الحليب ها هو كما كتشوفوا، هذيك القريعه كما قلت لكم انا عندي نفس العبار ديال الكاس العنبه، داكشي علاش عبرت قدامكم. صافي هنايا غادي نبدا نزيد الدقيق بالتدريج وزدت ساشيه ديال خماره يعني من الوزن ديال 8 غرام. صافي غادي نبدا بحال هكا نخلط مزيان وكنشوف يعني ضروري هي كتكون يعني بحال الخليط تيكون بحال الخليط ديال الكيكه. ها هو ما كتحصل على داك الشكل ديال الرقم ديال 8. صافي بحال ما هكا يعني راه واجده. دابا هنايا خليت البنيات هما يختاروا طبيعه الحال، كل وحده اختارت اللون اللي بغات. وهنايا خويتهم في هذا الغراف يعني باش كيجيني ساهل وما كتبقاش قطر لي على داك الطاوه يعني كتحرق هذاك الشيء ملي كتدخل الفران وكيجي الشكل تاعها ما زوينش. هكا كتجي ساهله صراحه خوي في شي حاجه اللي تسهل عليكم انكم تخويو نيشان بحال ما هكا معمرتهم كلهم. وطبيعه الحال عاوتاني يعني باش نشجعوا الوليدات تاعنا ياكلوا داكشي يعني كتخليهم هما يساعدونا في شي حاجه بحال ما هكا. وتقدروا عوض داك الشوكولات ديروا زبيب اولا كركاع مقطع اولا اللوز اولا التمر، بزاف ديال الحوايج كاينين داروا لي صحيين يعني. نحاولوا نعطيهم شي حاجه اللي تكون قادينها بيدينا وتكون يعني على حسب الصحه ديالتهم يعني باش تكون ان شاء الله مزيانه. كنحاول انا ما امكن نقصوا لهم داكشي ديال الزنقه وهادشي هو اللي كيشجعهم باش ياكلوهم. دابا غندخلهم ان شاء الله للفران اللي شعلت ليه من الفوق ومن تحت حتى سخن وخليت غير لتحت شاعل. ها هما كما كتشوفوا ما شاء الله. ودابا من بعد ما خرجتهم هما كتشوفوا خداو اللويين زوين وتنفخوا وجاو زوينين يا سلام. صافي غنخليهم تيبردوا ونحيدهم. ودابا الفران بطبيعه الحال باقي سخون، غادي نمشي باش ندخل دوك الدوناس تاعنا اللي خليناهم كيخمروا. ها هما كما كتشوفوا بعد ما دخلتهم انا ما دهنتهم حتى شي حاجه، فقط ما دخلتهم للفران وكان باقي سخون. ها هما تنفخوا وخداو الشكل ديالهم كما شفتوا، خبعتهم راه تلاصقوا لان الصراحه تيجيو مهويين وخداو اللوين الزوين وصحيين بزاف لانهم ما مقليينش. وهادو اللي ما مقليينش يعني راه تيبقاو عندنا واحد المده طويله تقريبا حتى الاسبوع كما كتشوفوا بحال هكا تيجيو. يا سلام يعني كيجيو مهويين وخفاف بزاف بزاف. انتما كما كتشوفوا يعني غيبانوا لكم غير من الهزان ديالهم فاش كنهزهم كيبانوا خفاف بزاف صراحه. صافي غنخليهم دابا حتى يبردوا باش غادي ندوز نزوقهم ان شاء الله. وصافي دابا هنا من بعد ما بردو جبت هنايا تقريبا 150 غرام ديال الشوكولاط اسود اولا تستعملوا ابيض. وهنايا دوك الاشكال باش غادي نزوقوهم. ها هما كما كتشوفوا انا عندي هادو، تقدروا ماشي بالضروره تستعملوا نتوما هادو، تقدروا ديروا غير الشوكولاط فقط الابيض والكحل وتخالفوهم يعني ديروا الكحل وتزوقوا بالبيض اولا ديروا البيض وتزوقوا بالكحل. يعني كاين بزاف ديال الافكار ديروهم. هنا كما قلت لكم ضروره تخليهم تيبردوا يعني باش ما كيتفرطوا ما والو لان كيجيو هشاش بزاف. صافي غادي نحاول انني نديرها في الشوكولاط نغمسها ونقنسوسها مزيان باش ما يعني باش ما تجيش موسخه وهذا يعني كتجي مفينيه ومقاده. صافي هنايا كنزوق بهذاك الشوكولاط فيرميسيل ملون اولا تقدروا كما قلت لكم ديروا غير الشوكولاط بيض ذوبوه وديروا خطيطات حتى هو كيجي زوين. بزاف ديال الافكار كاينين. صافي غنبقى بحال هكا نستمر كما كتشوفوا كتجي مفينيه وزوينه. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل ديك الكميه اللي عندي كلها هي كل 3 ولا 4 غادي نزوقهم بحاجه باش كيجيو مختلفين. انتما كما كتشوفوا كيجيو يا سلام غزالين بزاف بزاف وزوينين والمنظر تاعهم زوين. صافي غنستمر بحال هكا حتى نكملهم كلهم. وكما قلت لكم هادو راه كيصبروا بزاف حسن من دوك المقليين، لانك مقليين تقريبا ما تيفوتوش يومين لان داك الزيت وهذا كيولي فيهم ريحه الزيت وما صحيينش بطبيعه الحال. هادو اللي في الفران انا صراحه كنحماق عليهم وحتى الوليدات كيعجبهم بزاف بزاف بزاف. وكما قلت لكم راه تقدروا تحتفظوا بهم في بواطه في الثلاجه حتى الاسبوع يعني تبقاو تعطيهم اليوم في الفطور اولا في الكوتي اولا يعني شي حاجه اللي ديوها معاهم زوينه. وانا بطبيعه الحال يعني باش نشجعهم وانهم يعاودوا ياكلوا هادشي ديال الدار خليتهم هما كيزوقوا بداكشي اللي بغاو. ها
هما كنكتشفو كيعاونوني بحال هكا، يعني كيحسو تما بلي راه شي حاجه مشاركين فيها، وكنزعمهم بحال هكاك باش ياكلوا داكشي ديال الدار. صراحه انا ما كنبيش نعطيهم داكشي ديال الزنقه لانه ما صحيش. صافي بحال ما هكا، يعني كنحاول انني نزوق لهم داكشي يكون زوين. كيجيو غزالين صراحه ان شاء الله، كنتمنى يا ربي تجربوهم وغادي يعجبوكم. هما كما كتشوف كلش كيل باش زوقتو بحال ما هكا، كيجيو زوينين نورمالي، دار طعم راقي وزوين، يعني حتى الوليدات كيعجبوهم وكيزعموهم انهم ياكلوا داكشي ديال الدار. وهذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع الوصفات اليوم بجوجهم ان شاء الله. كنتمنى يا ربي يعجبوكم وتجربوهم لوليداتكم، طبيعه الحال صحتهم اهم، وهادو ما مقليينش كما قلت لكم، انت عاود نقولها صحيين بزاف لانهم طيبين في الفران وعني ديرهم بيدينا. كنتمنى يا ربي الوصفه تاع اليوم يعجبوكم وتجربوهم، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينه وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده، وشكرا لكم على المتابعه ونهاركم مبروك.